كما فرح وصبا. أهلا بكم مشاهدينا. نبحث اليوم في تفاعلات الداخل السوداني بشأن قرار التطبيع مع إسرائيل بعد تعالي الأصوات الرافضة له سياسيا وشعبيا. ما تأثير هذه الخطوة على المسار الدستوري والمشهد السياسي في السودان؟ وما المنافع الاقتصادية التي ستعود على الخرطوم؟ قرار السودان التطبيع مع إسرائيل يقدم حينا على أنه من محفزات رفع اسم البلاد عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وحينا آخر يصور على أنه اتفاق مصالح فحسب. تتضارب تصريحات المسؤولين في القيادة الانتقالية، ويعتقد أن القرار النهائي للتطبيع يعود لمجلس تشريعي لم يكلف بعد. طبقة سياسية ترفض القرار، وشارع منقسم بشأنه، وقيادة مؤقتة تسير نحوه من أجل انفتاح اقتصادي مع العالم. نتساءل، هل يحق للحكومة الحالية والمجلس السيادي السوداني اتخاذ قرار توقيع اتفاق مع إسرائيل؟ وما هي فوائد الاتفاق الاقتصادية بالنسبة للسودان؟ هل سيكون مربحا تماما له، أم أن إسرائيل ستدير ميزان الربح لصالحها؟ هذه الخرطوم العاصمة السودانية، وذاك معلمها برج الفاتح، يكاد يكون وحيدا منذ سنوات. في الحجج التي يسوقها السودان بقياداته الحالية تبريرا للذهاب نحو خيار التطبيع، يخيل للمرء أن اتفاق التطبيع سيجعل سماءها تعج بالناطحات وسلالها تفيض بالخيرات من أدناها إلى أقصاها. بين المبادئ والمصالح تحاول القيادة الحالية تطويع التطبيع في البلاد عبر مساري الشارع وأروقة السياسة، لكن يبدو أن الحيل تخونها. متناقضان الرجلان الأولان في البلاد بشأن دوافع التطبيع، فنائب رئيس مجلس السيادة محمد حميدتي نفى وجود علاقة بين شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإبرام الاتفاق، إنها التزامنات صدفية ربما. أنا أعرف هذه الحقيقة. في اليوم نفسه وعبر التلفزيون الرسمي يربط رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان الصفقتين ببعضهما بعضا. اسم السودان ما يترفع، اللي هو التمييز الديني أو التمييز كان يمارس في كل المستويات حقة الحكم عندنا هنا، وواحدة منها أنه نحن عندنا عداء مع بعض الدول لديانة أو لعرق أو لأي من هذا القبيل. لا تريد الخرطوم خسارة أمريكا، وقد جاءتها بيفاض المصالح بعد 3 عقود من العزلة. تزج القيادة الحالية بالاتفاق في خواتيمه إلى المجلس التشريعي الانتقالي عقب تكليفه، هو من سيقرر. من يعرفون متاهات اللعبة السياسية يرفضون الأمر من بداياته. زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي يرفض الخطوة. ليس أي حزب هو، إنه أكبر حزب في تحالف الحرية والتغيير المشارك في الحكومة الانتقالية، التحالف الذي يضم أحزابا ومنظمات في المجتمع المدني وروابط واتحادات مهنية وحركات مسلحة. وإن اختاروا الصمت المخل لم يدخر البرهان سترهم، أكد أن من تشاور معهم من قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني قبل إعلان الخطوة التطبيعية لم يكونوا يرفضونها. قد يعذر السودان الممتدة سلة غذائه على مساحة 85 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وما تحمله من ملايين رؤوس المواشي، وما يجول فيه من روافد النيل المنعشة لاقتصاده وكل مناحي الحياة فيه، إذا ما شرع أبواب اقتصاده بمفاتيح التطبيع. مغرية خصوبة السودان، وإن كانت تساق لشريك يستفيد ولا يفيد، وليس الجنوب السوداني إلا نموذجا سابقا لتطبيع لم يناقش ولم يعتب عليه، ولم يثمر اتفاقهما على مدار سنين إلا نكدا. معنا من الخرطوم إمام عبد الرحمن الحلو، رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي، ومعنا أيضا من الخرطوم نور الدين صلاح الدين، عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني. أهلا بكما. أبدأ معك سيد صلاح الدين، هل فعلت حكومة السودان مصلحة هذا البلد من خلال الذهاب لتوقيع اتفاق مع إسرائيل؟
بالتأكيد يعني مصلحة السودان أولا وأخيرا مرتبطة بمسألة رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذه المسألة يعني كان واضح جدا من خلال مسار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية أنها مربوطة بقضية التطبيع مع إسرائيل. حقيقة الواقع لدينا هنا في السودان، يعني السودان هذا البلد المنهك الخارج من جراح 30 عام عبر يعني ثورة كبيرة، يعني يريد أن يخطو خطوات يعني للمستقبل، نحو المستقبل. هذا المستقبل تقف أمامنا عدة عوائق، كان أهم هذه العوائق وجود اسم السودان داخل اللائحة الإرهاب التي يعني تقول بها الولايات المتحدة الأمريكية. وجودنا في هذه اللائحة يعني يمنع عنا الاستفادة من المؤسسات الاقتصادية العالمية، يمنعنا من الاندماج في اقتصاديات العالم، يعني يمنع عنا الاستفادة من كثير من التقنيات التي يمكن أن تساعد في عمليات صعود ونمو الاقتصاد السوداني. هذه المسألة هي جعلتنا يعني أو جعلت المفاوض السوداني يرتضي بعملية ربط المسارين الاثنين ببعض، يعني قضية التطبيع أو فتح أو بدء فتح علاقة أو بدء التفاوض في فتح علاقة يعني رسمية مع دولة إسرائيل جنبا إلى جنب مع مسار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. هذا يعني شيء معروف للكل، لا ينبغي علينا أن نخفيه، وعلينا أن نتحدث عن هذه المسألة بشيء من الصراحة والوضوح. الحكومة الانتقالية قدرت أن يعني هذا ربط المسيرين مع بعض أمر لا فكاك منه عليه، فلنقدم مصلحة السودان ولتكن هي أولا مع احتفاظنا وتقديرنا لكل النضالات التي يعني تقدم في سبيل القضية. قبل أن أسأل سيد صلاح الدين، أرحب بضيفي خالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إلاف الاقتصادية الذي انضم إلينا الآن. سيد صلاح الدين، الرئيس البرهان يقول أنه تشاور مع معظم القوى السياسية وأن 90% منها أبدت موافقتها على التطبيع مع إسرائيل بانتظار مصادقة مجلس النواب عليه. ما الذي حصل تحديدا في لقاء البرهان مع زعيم حزب الأمة؟ هذه القضية لها يعني أشهر ممتدة، يعني منذ لقاء السيد سيد صلاح الدين برئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتبي اليوغندي. نعم، عفوا، السؤال للسيد إمام عبد الرحمن الحلو، عفوا السؤال للسيد إمام عبد الرحمن الحلو، تفضل. أهلا أستاذ ريما. الموضوع التطبيع يعني لم تتم فيه مشاورة مع حزب الأمة القومي. حزب الأمة القومي موقفه من التطبيع مع إسرائيل مبدئي ومعلن من قبل المسألة دي. الرئيس البرهان التقى بالإمام الصادق أول أمس بطلب منه، وأخطره بأنه في إجراءات فيما يتعلق بالتطبيع، وكان رد الإمام الصادق المهدي أنه رأي الحزب الأمة هو عدم الموافقة على التطبيع مع إسرائيل، لأن هذا موضوع خلافي وهو ليس من صلاحيات أي مؤسسة انتقالية في المرحلة الانتقالية هذه. هذه قضية تبيد فيها سلطة منتخبة شرعية عندما يتحول السودان إلى نظام ديمقراطي تعددي، ولذلك لا نستطيع أن نقول أنه حزب الأمة تمت مشاورته فيما يتعلق بالتطبيع مع دولة إسرائيل. وهذا الموضوع نحن نعتبره تطبيع قسري وبتزوير للإرادة الشعبية السودانية، ولذلك هو مرفوض ولن نستطيع أن نعتمده حتى من ما يسمى بالمجلس التشريعي. المجلس التشريعي اللي بيتحدث عنه الرئيس برهان في أنه يجيز أو يصادق على هذه الاتفاقية هو نفسه غير مخول، لأنه هو غير منتخب، هو مجلس بالتراضي مكونات الفترة الانتقالية
على أساس عنده مهام معينة لأداء المرحلة الانتقالية من نواحي تشريعية وقانونية، وما من صلاحياته أنه يبت في قضايا خلافية كبرى تهم المستقبل ومصير الدولة السودانية والشعب السوداني. لذلك نحن بنقول هذه المسألة يبت فيها برلمان منتخب عنده الشرعية الانتخابية وعنده السيادة، والبرلمان المنتخب يحتاج إلى عامين على الأقل لتشكيله. نعم سيد خالد التجاني. نعم كل المسؤولين، نعم كل المسؤولين السودانيين في الحكومة الانتقالية يتحدثون عن مصلحة السودان أولا. ما مصلحة السودان الاقتصادية من خلال هذا الاتفاق؟ هذا هو السؤال الذي نبحث له عن إجابة، لا إجابة، مجرد حديث فضفاض عن المصالح السودانية. سئل الرئيس البرهان بالأمس في لقاء تلفزيوني عن ما هي هذه المصالح، يعني قال حديثا معمما. ولذلك في تقديري أن هناك محاولة فقط لإضفاء نوع من الضرورة لهذا الاتفاق بالقول أنه يحقق هذه المصالح، ولكن هذه المصالح ليست معروفة. وهذا يشير إلى أن هذا القرار نفسه هو اتخذ بطريقة انفرادية. المبادرة نفسها لعملية التطبيع جاءت من الرئيس البرهان في فبراير الماضي عندما قابل يعني في نتنياهو في عنتبي بدون اتفاق سياسي. الآن أيضا تم المضي قدما في هذه المسألة. الحديث عن أن هناك مشاورات جرت، هذه المشاورات يعني لا يعني تكتسب قيمة دستورية أو قانونية إلا إذا تم تبريرها عبر حتى عن المؤسسات الموجودة. الآن لا يوجد قرار رسمي من مجلس السيادة بهذا الخصوص، لا يوجد قرار رسمي من قبل مجلس الوزراء بقبول هذه المسألة، لا يوجد حتى قرار من المجلس التشريع المؤقت المكون من الطرفين، لا يوجد أيضا قرار من مجلس الدفاع والأمن. فكل هذه الأجهزة الآن لم يعني نسمع يعني روايات حكومية مختلفة. كل طرف يتحدث عن المكون العسكري، يتحدث عن أن هناك رباط لا فكاك له بين عملية شطب السودان من ناحية الدول الراعي الإرهاب وعملية التطبيع، في حين الحكومة يعني تخرج ببيان على الناس تصر على لا يعني الارتباط بين المسارين. فلذلك يعني هذا التشابك حتى الآن رئيس الوزراء لم يخرج للناس ليدلي برأيه. بالتأكيد يعني كل هذه العملية تشير إلى أنها جرت بغير إرادة وطنية كاملة، في تقدير أنها جرت خدمة يعني أجندة متعلقة بالانتخابات الأمريكية، كما حدث زيارة البرهان لعنتبي أيضا كانت متعلقة باستحقاقات انتخابية لنتنياهو. وبالتالي في تقدير المكون الوطني غائب عن هذه المسألة. الآن معظم القوى السياسية في الحاضنة السياسية للحكومة غير موافقة على ذلك، ما عدا ربما حزب واحد، يعني حزب المؤتمر الوطني هو الوحيد الذي يؤيد على هذه الخطوة. فبالتالي الحديث عن مصالح اقتصادية هي مسألة معممة جدا، تتخذ فقط يعني يعني ستار للمضي في هذه العملية بدون اتفاق سياسي أو بدون توافق. نعم ذكرت نقطة تتعلق بالاهتمام الأمريكي الإسرائيلي بهذا الاتفاق سيد نور الدين صلاح الدين، يعني تحدثت عن مصلحة السودان من وراء هذا القرار، ألم يتم التساؤل عن هذا الاهتمام من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل بتطبيع مع السودان في هذا التوقيت تحديدا؟ يمكن أن أتفق يعني في الجزئية الأخيرة مع ضيفكم الكريم الأستاذ خالد التجاني. أعتقد أن كلا الرئيسين الأمريكي والإسرائيلي لديهما استحقاقات يعني يواجهانها على المستوى السياسي في بلديهما، فهما يريدان يعني فعلا اغتنام هذه الفرصة لتدعيم يعني موقفيهما السياسيين. حظ السودان ووضعه أمام هذه الخيارات، وكان على يعني القيادة السودانية في شقيها يعني السيادي والمدني أن تختار إما المضي يعني واغتنام الفرصة المتاحة الآن أيا كان شكل هذه الفرصة، أو أن تجعل الأمور في السودان تبقى على ما هي عليه. فكان هذا هو الخيار الذي غلبته يعني ترويكا الانتقال في هذه الفترة. نعم ربما لا يكون هناك توافق كامل ما بين يعني ترويكا الانتقال، لكن أعتقد يعني أن هناك جزءا كبيرا من القوى السياسية، يعني أتحدث عن كتلة أحزاب نداء السودان في الداخل، أتحدث عن يعني حركات وقوى الكفاح المسلح التي هي جزء من الحرية والتغيير، حتى وإن كان هناك بعض التباينات التنظيمية. فلا أعتقد أن يعني هذه الخلافات يجب يعني أن توقف مسيرة الانتقال. هذه هي المسألة المهمة الآن. أعتقد إدارة
حوار ما بين كل المكونات السودانية. هذا هو المطلوب الأول في الساحة، ليس على مستوى كيفية إدارة علاقات السودان الخارجية فحسب. هناك الكثير من الملفات الموضوع على طاولة المرحلة الانتقالية، يعني تحتاج إلى نقاشات يعني أعمق. إدارة كثير من ملفات المرحلة الانتقالية. نعم، ولكن هل هذه القوى السياسية موافقة على الجلوس إلى طاولة الحوار مع حكومة الحمدوك سيد إمام عبد الرحمن الحلو، أم أن هناك ربما توجه إلى تحرك جماهيري كما أعلن اليوم في مؤتمر الحزب الشيوعي السوداني؟ نعم، القوى السياسية، أغلب القوى السياسية المعارضة لمبدأ التطبيع أعلنت مواقف واضحة جدا، أنه نحن مثلا في حزب الأمة أعلن أنه إذا الأمر مشت مزلة التطبيع بصورة واضحة وتم تنفيذها، نحن حنرفع دعمنا السياسي والشعبي لهذه الحكومة. وده بيعني أنه الحكومة تفقد كثير جدا من الدعم السياسي، سواء كان من الحاضنة السياسية أو من القوى الشعبية الموجودة. الوجدان السوداني نفسه لا يتقبل هذه، ولذلك أتوقع أنه يكون في معارضة قوية جدا لهذا القرار الفوقي زي ما تفضل الأستاذ خالد، ولا بد من مراجعة هذا الأمر بشكل يحقق المصالح العليا للشعب السوداني. ما المقصود برفع الدعم السياسي عن الحكومة؟ لا تقترن. نحن كحزب كنا في الحاضنة السياسية، نحن في قوى إعلان الحرية والتغيير، وشاركنا في تكوين هذه الحكومة، وشاركنا في تكوين المجلس السيادي، وهي السلطة الانتقالية الآن اللي قائمة، وشاركنا في بناء الوثيقة الدستورية نفسها في مفاوضات مع المكون العسكري. ولذلك نحن من المؤسسين للسلطة الانتقالية الموجودة الآن، وهي قائمة بدعم سياسي من القوى السياسية والقوى المجتمعية، وهي هذه الشرعية موجودة. الآن إذا فقدت هذه الشرعية الثورية بالدعم السياسي من القوى السياسية والقوى المجتمعية، بيبقى مواصلة مهمة من الصعوبة بمكان. نعم. سيد خالد التجاني، ذكرت قبل قليل أن هناك ربما بنودا سرية في هذا الاتفاق. الحديث عن اتفاقيات في مجالات معينة مثل الزراعة والطيران وقضايا الهجرة، لماذا تم فقط ربط أو حصر هذه الاتفاقيات ضمن هذه المجالات تحديدا؟ ما مصلحة إسرائيل من وراء ذلك؟ بالتأكيد، يعني للأسف الشديد كل هذه الأجندة التي ذكرت هي في نهاية الأمر تخدم الأجندة الإسرائيلية. يعني الآن نسمع أن نتنياهو حدد كما يعني قبل يومين يعني ما هي المصالح المتحققة لبلده من هذا الاتفاق، ولكن عندما نأتي للجانب السوداني نحاره إجابة ما هي هذه المصالح التي يمكن يحققها السودان من هذا الاتفاق سوى القول أن هذا هو شرط لازم لرفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. السودان مستحيل من هذه اللائحة لأنه يعني استجاب لكل الشروط يعني، ولكن في تقدير أنه تمت عملية ضغط يعني واضحة جدا على السودان لإجباره على اتخاذ هذه الخطوة. بالأمس يعني صندوق النقد الدولي يعني أصدر تقريره عن السودان وأشار إلى أن هناك تباطؤ واضح جدا من المجتمع الدولي في دعم الحكومة. الحكومة السودانية تحتاج للخروج أو لعملية الإصلاح الاقتصادي لأكثر من 5 مليار دولار. يعني في برلين تم يعني التوافق على تعهدات بحوالي 1.8 مليار دولار، حتى الآن لم يدفع يعني سوى 25% منها. واضح أن هناك محاولة ضغوط، يعني السودان لم يدخل إلى هذه المفاوضات فضلا عنها غير مسنودة بقرار مؤسسي من داخل مؤسسات الحكم الانتقالي أيضا بدون دراسة وافية لما يمكن أترتب عليها. واضح جدا أن تحت هذه الضغوط لم يكن هناك تكافؤ في هذا التفاوض، وبالتالي يعني للأسف الشديد يعني تم الإعلان عن ذلك، والآن يأتي الرئيس البرهاني يبحث عن غطاء سياسي لهذا الاتفاق. لذلك هذا الاتفاق تم بدون يكون هناك دراسة وافية، ليست معلومة هي
هي المصالح التي يمكن يتحقق للسودان من هذا. خطورة هذا الاتفاق حقيقة الآن يعني إحنا لدينا مثال يعني جنوب السودان كان هو بادرة يعني لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منذ العام 2011. ننظر الآن الوضع في جنوب السودان هل هو فعلا تحسن اقتصاديا كما ننتظر أو نزعم أو نرى؟ في تقدير هذا سيكون فيه إهدار كثير جدا. هذه متعلقة بأن الحكومة الانتقالية في ظني غير قادرة حقيقة على تحريك الاقتصاد السوداني. الآن هي دي عملية هروب إلى الأمام البحث عن حلول خارجية. هذا الانتظار لحلول خارجية لن تأتي أبدا سيفاقم من أوضاع الاقتصاد في السودان. ولذلك يعني والأسوأ من ذلك أن هذا الآن يؤدي إلى عملية انقسام يعني سياسي، عملية انقسام مجتمعي في ظل السودان يحتاج في فترة انتقال بالضرورة. ليس هذا هو الوقت المناسب بالنسبة للسودان لاتخاذ قرارات مصيرية كهذا. فلذلك يعني المصالح واضحة جدا الآن. لكن سيد خالد السودان يحتاج إلى تدفق. نعم السودان يحتاج إلى تدفق أموال بسرعة قياسية من أجل إطلاق مشاريع تنموية. من أين ستأتي هذه الأموال إذا ما وضعنا جانبا صندوق النقد الدولي؟ هل هناك دول معينة وعدت الخرطوم بدفع هذه الأموال بشكل سريع؟ المشكلة أن البحث عن أن يتحول السودان إلى كأنه يعني يطلب فقط يعني أموال. السودان لديه بلد ضخم، لديه موارد كبيرة جدا. سبق للنظام السابق في ظل ظروف أكثر تعقيدا من هذه استطاع أن يعني لم يخترع هو النفط، ولكن استفاد من العلاقات الدولية مع علاقة خاصة مع الصين في استخدام مورد النفط. الآن السودان لديه مورد ضخم جدا في الذهب وفي موارد مختلفة. السودان يملك حقيقة حلول محلية حقيقية، ولكن للأسف الشديد الحكومة لا تلتفت إلى ذلك، ولذلك هي تصير على البحث عن حلول خارجية. الخارج لا أحد في الخارج سيساعدك لوجه الله، لا أحد يكون مستعد ليدفع لك. فلذلك ما لم الحلول موجودة للسودان، السودان على غيره من الدول لديه الموارد ولديه البدائل، ولكن انتظار فقط أن تأتيك حل من الخارج مجانا لن يأتي. أي طرف سيكون سيعطي بوفق ما يتحقق له من أجندة تخدم مصالحه، وبالضرورة ليست هي المصلحة السودانية. سيد نور الدين صلاح الدين، هل الحكومة قادرة على الوقوف والتصدي لكل هذه الضغوط الداخلية؟ وما دلالة زيارة البرهان إلى القاهرة أيضا في هذا التوقيت؟ وطبعا هناك جبهة معارضة داخل الحرية والتغيير، لكن لا أعتقد أن باستطاعتها يعني حسب تقديري أنا أن يعني تحرف المسار الذي مضت فيه الحكومة الانتقالية يعني فيما يلي يعني خروجها من مطب وجود اسم السودان في قائمة لائحة الإرهاب. يعني استمعنا إلى مخرجات لقاء البرهان مع السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة، استمعنا أمس لحديث السيد علي الري حسن هوي رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي. أعتقد أن الجميع يراهن على الزمن في سبيل تجاوز عنق الزجاجة الذي يوجد فيه السودان الآن بسبب تباين الآراء حول يعني الخطوة التي خطتها الحكومة الانتقالية. فلا أعتقد أنه سيكون هناك يعني تصدع بمعنى تصدع كامل داخل جبهة الحرية والتغيير. ستمضي الأمور إلى الأمام. السيد الصادق يعني دائما ما يعرب عن مواقف مخالفة كثيرة يعني سياسات الحكومة الانتقالية، لكنه لا يمضي في إنفاذها. كانت له اعتراضات سابقة في قضية تعيين الولاة، وبالرغم من أن له 5 من حكام الولايات ينتمون إلى حزب الأمة وكان يعترض على كيفية يعني تعيينهم، لم يستطع الرجل سحب أو إقالة أو إرغام يعني منسوبيه في الاستقالة من مناصبهم الحكومية. وأعتقد هذا نفس المنحى الذي سيمضي عليه حزب البعث العربي الاشتراكي وما تبعه من أحزاب ذات توجهات يعني قومية عروبية. بالنسبة لزيارة السيد رئيس مجلس السيادة لمصر، أعتقد هناك ملفات مهمة جدا يعني تجمع ما بين البلدين. أعتقد تأتي على رأسها عملية المسألة القضية المتعلقة بسد النهضة، يعني التصريحات التي يعني قال بها الرئيس الأمريكي قبل أو يوم الجمعة الماضي عن أن مصر
مصر قد يمكن أن تقوم بتفجير السد. أعتقد هذه قضية لها خطورتها يعني على مستوى الأمن الإقليمي والدولي، والسودان بالطبع دولة متأثرة بمسألة السد يعني سواء سلبا أو إيجابا. فأعتقد أن هذا الملف هو الملف الأول ما بين المطروح ما بين الرئيسين يعني السيسي والبرهان. نقول ذلك ونضيف عليه مسألة أخرى يعني أوكي، اليوم يعني طبعا كان هناك استئناف لعملية التفاوض يعني جمع وزراء الري في البلدان الثلاثة. ما قال به المفاوض السوداني الأول وزير الري الأستاذ ياسر عباس قال أنه لا يوجد ما يمكن أن تقدمه الفرق الفنية يعني لدفع واضح أن عملية هناك تقاربا مصريا سودانيا في هذا الملف، إضافة بالتوازي مع تقارب آخر في ملفات أخرى ومنها ملف التطبيع. سيد إمام عبد الرحمن الحلو، السؤال الأخير لك. صحف الإسرائيلية تقول وتتساءل عن مصير هذه الاتفاقية وتصف الحكومة حكومة الحمدوك بأنها حكومة هشة، بالتالي هذا إسرائيل ما تقوله. ماذا عن مصير هذه الاتفاقية من وجهة نظر القوى السياسية الداخلية؟ هل يمكن أن تلجأ الحكومة السودانية إلى إلغاء هذه الاتفاقية تحت الضغوط الشعبية والسياسية؟ نعم والله نحن نتوقع ذلك. يعني نحن في حزب الأمة مثلا المؤسسات في خلال يوم أو يومين ستصدر قرار بموقف حزب الأمة، والكلام عن أنه حزب الأمة لا ينفذ يعني مواقفه ولا كده ده كلام غير صحيح يعني ما ذكره الأخ نور الدين. ولكن الضغوط الشعبية والسياسية ينبغي أن تستجيب لها السلطة الانتقالية سواء كان في مجلس الوزراء أو مجلس السيادة، لأنه أصلا هذه السلطة الانتقالية جاءت مكونة بموجب توافق شعبي. الآن مسألة خلافية كبيرة جدا وليست بالسهولة أنها تمر بقرار فوقي سواء كان من رئيس مجلس السيادة أو من رئيس مجلس الوزراء، وقطعا حيكون في مقاومة لها. ولذلك من المصلحة أنه السلطة سواء كان مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس السيادة أنه يستمعوا إلى المواقف القوى السياسية والقوى المجتمعية في السودان. وإذا كان أصلا هذا رفع اسم السودان من القائمة الإرهاب مربوط بالتطبيع مع إسرائيل يبقى مرفوض. نحن استوفينا كل الشروط لرفع القائمة، ونحن أصلا في السودان الفوائد الممكن تجينا من تطبيعنا مع المجتمع الدولي والأسرة الدولية هو خلال رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وليس مع التطبيع مع إسرائيل. ولذلك نحن عندنا قدرات وعندنا إمكانيات نستطيع أن نوفر وما محتاجين لأي دعم. إذا أطلقت سراحنا من هذه القائمة نستطيع أن نقف بإمكانياتنا ولا نحتاج لدعم من إسرائيل أو من أي دولة أخرى. نعم. إمام عبد الرحمن الحلو رئيس لجنة السياسات في حزب الأمة القومي. الشكر أيضا للسيد نور الدين صلاح الدين عضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني، وخالد التجاني رئيس تحرير صحيفة إلاف الاقتصادية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.